مالك يا يحيى؟ مفيش. لا في مالك؟ تعبت يا سلمى، تعبت تعبت ومفيش امل. كل ما نمشي في طريق يطلع في الاخر مسدود. نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي كل اللي انا فيه ده كان حلمي، وان يوسف ومنى لسه عايشين. تصدق ان انا كنت لسه بفكر في نفس الحاجه؟ كل يوم وانا داخله الدار بتخيل اني بحلم، وان انا هدخل هنا هلاقي بابا قاعد على المكتب. انا عايش ليه لغايه دلوقتي؟ عايش ليه؟ ازاي قادر اعيش اللي انت بتقوله ده يا يحيى؟ هو ده اللي انا حاسس بيه دلوقتي. انا عايز اموت، عايز اموت. يمكن يمكن لما اموت اقدر اشوف يوسف. طب وايتن؟ ما فكرتش فيها خالص؟ وبعدين يعني انا بتسند عليك انت، لما انت تعمل كده انا اعمل ايه؟ ما هو انت ما بتركيش ارض. معرفش انا عملت كده ازاي، بس اصلي بتكلم من غير ما افكر. عايز اخرج اللي جوايا من غير تفكير، لان التفكير بدا يتعبني. اتكلم يا يحيى، اسمعك. انت عايز تقول ايه؟ اقول انا عايز اقول حاجات كتير. عايز اقول لربنا حاجات كتير، بس خايف اغضبه. انا ليه دفنت ابني؟ ليه؟ مش المفروض يوسف ده هو اللي كان يدفني؟ ده قضاء ربنا. وبعدين انت لا اول ولا اخر واحد. يحيى انت محتاج تقرا القران، ومحتاج تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ينفعش كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيماني بربنا وحبي ليه هو اللي مخليني واقف على رجلي لحد دلوقتي. غير كده كان زماني